جوزي بيغار، ما تكتري. بس اليوم معلش. لو كنت بالبلد ما حطيت على وشي كل هالقد. ايه بس نحن بألمانيا مو هني. سهيلة، فهمتي بنتك اللازم؟ هلا بالله نوري وأنا مثل أهلة، إذا بتكون من إلا نحن. مثل ما بدك. خليل شنيل. باردون فراو بركي. خليل شنيل شنيل. محمود بيك؟ قلتك قديش دافعين؟ 200 يورو. هي متفقة مع أبو العروس، عملت لهم تخفيض. تخفيض ألماني، بس العرس تركي والبخشيش أكيد كبير. أكيد. يا ترى نسيت شي؟ شو؟ هيك رح تروح؟ لشو الشنطة؟ تمام. الله يسعدها ويهنيها. شكرا. وقف يا عمي، شو عم تعمل؟ شو بنا؟ لا تخاف، رصاص مطاط. هون بألمانيا بيحبسوك مو مثل عنا. خليهم يبلطوا الزرقاء. لك ليش ما عملتوا العرس عنا بالبلد؟ ليش؟ يلا شبك واقفة هنيك، تعي يلا تأخرنا. بعد ولا ولا إلا تعا سيك 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 يلا من هون. صهري أهلين. مصطفى طلع لعندي. صهري حلوين.
السادة المدعوين، صار وقت التلبيسة. العرسان يتفضل. وين التسبيق؟ بعدونا شوي يا أولاد. وإسوارة من ست العروس. من أبو العروس إسوارة مبرومة. وكمان 1000 يورو. عائد من أم العروس. من أخو العروس الكبير السوارة مبرومة. من أخو العروس الصغير السوارة مبرومة كمان. من خال العريس 500 يورو. أوه أرسم طنطن والله. السوارة من خالة العروس. اسمي ألف مبروك. شكرا. مبروك. كمل. إسوارة تانية كمان. شكرا شرفت. وكمان إسوارة من خالتها الثانية. شكرا. شكرا. إن شاء الله بتنهي. العريس ليرة ذهب. والتلبيسة ما خلصت لسه. إن شاء الله ألف مبروك. كمان ليرة ذهب. ومن بنت خالة العروس 500 يورو. وهلا رح نرتاح.